ما هو الفرق بين الغيبة والنميمة؟ من كان يظن أن الغيبة والنميمة أمر واحد وأنهما كلمتان مترادفتان فهو مخطئ. في هذا الفيديو نبين لكم الفرق بين هاتين المصطلحين. أولا الغيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلموا. قال: هو ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. إذن فالغيبة هي أن تذكر الرجل الغائب بما يكره من الصفات لو كان حاضرا، كعيوبه الجسدية أو الخلقية أو عيوبه الدنيوية، فإن كانت هذه العيوب موجودة في ذلك الرجل كانت غيبة وهي حرام، وإن لم تكن موجودة فيه فهي بهتان، والبهتان هو أشد الكذب. أما النميمة فهي السعي في الإفساد بين الناس ونقل الكلام من رجل إلى رجل بقصد الإيقاع بينهما وبقصد زرع الخلاف والفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبهكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. وقد حرم الله تعالى النميمة بقوله: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الفرق بين الغيبة والنميمة، قال الإمام ابن حجر: النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه، سواء كانت بعلمه أم بغير علمه، والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه، فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة، وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه واشتركتا فيما عدا ذلك.